الأستاذ الخضر مصطفى، عميد كلية العلوم والتقنيات بالمحمدية. هذه الدورة الثانية ديال واحد تظاهرة فنية ثقافية اللي كتحمل اسم فن وثقافة بصيغة المؤنث. وهذه التظاهرة هي من تنظيم الجمعية ديال الطلبة بدعم منا. البرنامج ديالها متنوع، فيه هذا المعرض التشكيلي، فيه معرض ديال الصور الفوتوغرافية، فيه مسرحيات، شعر ومسابقات موسيقية. بمعنى أن هذا البرنامج عنده واحد المجموعة ديال الأوجه اللي كتطلع على الثقافة والفن، واللي بغينا من خلالها أن الطلبة ديالنا والطالبات ينفتحوا باش يلمسوا هذه الجمالية ديال الفن لتكميلة ديال الشخصية ديالهم والانفتاح ديالهم والتوعية ديالهم أن هناك شيء جميلة في الحياة وما كاينش غير الظلام. هذه المسألة كتشكل واحد العنصر أساسي بالنسبة لنا فيما يخص مشروع المؤسسة ومشروع الجامعة، أننا كنوضعوا الطالب في قلب العملية ديال التكوين، التكوين العلمي التقني المحض، يعني كاين هذاك ما عندناش فيه مشكل، ولكن التكوين ديال الجوانب الأخرى ما هو ثقافي ورياضي واجتماعي مغفول شيئا ما. وحنا كنحاولوا من خلال هذه التظاهرات أننا ندفعوا الطلبة ينضموا وفي نفس الوقت يعرضوا الإبداعات ديالهم ويعرضوا المواهب ديالهم، موسيقية، مسرحية، أعمال فنية تشكيلية، أعمال في الصور وما إلى ذلك. بالإضافة أننا فتحنا جوج ديال الورشات اليوم بشراكة مع مجموعة دار الوان اللي هي واحد المنظمة، واحد الجمعية فنية كترعى الثقافة، واللي جاو وكنشكرهم بالمناسبة وأطروا جوج ديال الورشات. كان واحد الإقبال هائل من طرف الطلبة، أطروا جوج الورشات، ورشة ديال الفنون التشكيلية ورشة ديال الكاليغرافيا. يعني أن الطلبة اللي ما عمرو قاس أن بانسو دو 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 بانتور اليوم تعطاتو لوحة وتعطاتو الصباغة وعطاو داك الأبجديات، داك لي زابيسي ديال كيفاش يخلط اللون، كيفاش هذا. بغينا من خلال هاد التجارب وهذا أن كل طالب عندنا يلقى شي بلاصة فين يمارس يعني المهمة ديالو، فين ويكون عنده اهتمامات أخرى مركزة وعندها جدوى، عندها معنى. يعني ما نخليوش الطالب يعني غير إذن المتتبع اللي غادي يشوف هذه اللوحات هذه نبغيو نعرفوا واش هي من إنتاج الطلبة تاع الكلية. هي من إنتاج الأستاذات والطالبات ديال الجامعات الحسن الثاني بالدار البيضاء. كاين هناك مجموعة ديال الفنانات سواء أساتذة سواء طالبات في مؤسسة جامعية، كلية العلوم عين شق، العين سجاد الدار البيضاء، كلية العلوم والأدب بنمسيك، الانصام ديال الدار البيضاء، وبطبع الحال كلية العلوم والتقنية المحمدية. هناك واحد العدد ديال الفنانات اللي عندهم واحد تجربة وعندهم واحد تأهيل متقدم. هما هاد اللوحات اللي كتشوف على اليمين ديالي، وفتحنا المجال للمبتدئين اللي بقلم رصاص او يعني مبتدئين في العمل ديالهم باش يوقع هذا الاندماج وهذا الانصهار وهذا المزيج، انهم يعني حتى هذوك المبتدئين الى عرضوا بجانب فنانا اللي متمرسين كنعطيهم هذيك الشحنه باش كتعطى هي لوحه. هو هذا الهدف ديالنا من خلاله الإدارة ديال كلية العلوم والتقنية بن محمدية، دون أن ننسى جمعية الطلبة بهذه الكلية هذه. بطبع الحال كنشكر الجمعية ديال الطلبة اللي يعني خصوصا الأندية اللي كيشتغلوا بواحد الشكل جدي جدا، وتمكنوا أنهم من خلال أفكار أنهم يوصلوها ويجسدوها على أرض الواقع وتولي ما نشاهد اليوم. هذا اليوم الجميل اللي بجميع جنبات ديالو احتفالي في الساحة، هناك الورشات، في
المدرج، هناك المسرحيات في هذا الفضاء، هناك المعرض ديال التشكيلي ابتداء من اليوم والى، ودعوه مفتوحه الى سكان. بالنسبه لهذه السنه قررنا ان المعرض التشكيلي غادي يبقى مفتوح في وجه ساكنه المحمديه الى يوم السبت ان شاء الله. شكرا جزيلا محمديه بريس.